السلام عليكم، معكم العربي القتاري. المشكل عاوتاني اللي كيعانيو منه هاد الناس ديال الدوار يسفوله تابعين لجماعة ايتومديس تابعة لعملة ازيلال هو هاد القنطرة. كيلقاو مشكل بزاف، يعني في هاد الوقت ديال الثلج وهذا كيكون الواد حامل، ما كيقطعوش لا السيارات لهاد الجهة لا الناس اللي كيجيو على رجليهم لا الدراري، كيكون خطر عليهم. كيكون الواد عامر ما كيقدروش يقطعوا من هاد العوادة، يعني حنا اللي صيبناها، كانت تصيبات قبل صيبها المجلس السابق وتريبات، حنا رقعنا بهاد العواد. كيكون ملي كيكون الواد حامل ما كيقدروش الناس لا العيالات لا الدراري باش يقطعوا منها، كيضطروا يا اما الدراري منقوع المدرسه يا اما شي واحد عنده شي غرض في ديك الجهه اخرى، يعني ما يبقى تماك ما يقدرش يقضي غرضه. والسيارات عاوتاني كيبقاو تماك، كتجيب كاع شي حاجه تر حدا الواد صافي، خصك عاوتاني تضطر تقلب على البهيمه ولا باش توصل الاغراض ديالك للدار. بالنسبه للمجلس السابق كان قال لنا بلي راه كاينه القنطره هنا يعني ديال السيارات، قال لك راه غتخدم هاد الايامات قبل هاد الانتخابات، جاو داروا الكروكي داروا القبس، قال لك هاد الايامات غادي تخدم، وهما غير يعني ما كاين حتى شي حاجه من هادشي غير هضره. ملي ما بقاش داك المجلس السابق ولا المجلس الحالي، مشينا لقينا بان راه كاينه ديال الرجلي ما كاينش ديال السيارات، يعني هما الاولين راه كيكذبوا علينا. دابا المجلس الحالي كنتمنوا منه ان شاء الله باش يشوف من هاد الناس هادو اللي كيعانيو، وهما الشغل ديالهم الاول هو هاد القنطره باش يصيبوها ان شاء الله. وعدونا باش تخدم في هذا العام ان شاء الله بحول الله باش تفك العزله على هاد الناس.